من هنا تصدر القرارات، رفض أو قبول يحدد مصير الكثيرين. ما الذي يدور في كواليس هذا المبنى؟ أهم صانعي القرارات في العالم يتحدثون مع طلال الحاج. الشارع الدبلوماسي الآن على شاشة العربية. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في الشارع الدبلوماسي الذي يأتيكم مباشرة من استديوهاتنا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. حقيبتنا الدبلوماسية مليئة وكالعادة بلقاءات حصرية، نبدأها بلقاء مع السياسي الأمريكي المخضرم والمتمرس في شؤون الشرق الأوسط مارتن إنديك، لكي نناقش معه قضايا عديدة تهم منطقة الشرق الأوسط، وخاصة إعلان الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع لفرض سيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة. ومن السياسة ننتقل بكم إلى مشاكل البيئة، لكي نلقي نظرة متفحصة على شح مياه الشرب في العالم وتصميم امرأة واحدة على تركيز الأنظار على هذه المشكلة الخطيرة وكيفية معالجتها. ونظل في شؤون البيئة ومن تهديد شح مصادر مياه الشرب إلى مشكلة وجود ملايين الأطنان من نفايات البلاستيك السامة في بحارنا ومحيطاتنا، وجهود ناشطة بريطانية شابة لنشر الوعي بشأنها والحد منها. مشاهدينا الكرام، سنبدأ مسيرتنا بمناقشة ما تبقى مما يسمى بعملية السلام في الشرق الأوسط بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، وبعد إعلان واشنطن رسميا ومن طرف واحد للسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل. وينضم إلينا السفير مارتن إنديك الذي شغل مناصب كبيرة عدة في الإدارات الديمقراطية السابقة، وكان أحد كبار مسؤوليها الواضعين للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. مستر مارتن إنديك، السيد مارتن إنديك الخبير في مجلس العلاقات الخارجية، نرحب بكم في العربية. شكرا طلال. أود أن أبدأ أسئلتي بشأن زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن في مطلع هذا الأسبوع. وكنا قد شهدنا في بداية هذا الأسبوع أن الدولة التي تبلغ من العمر 243 عاما تمنح أرضا يبلغ عمره آلاف السنين إلى دولة لا يزيد عمرها عن 71 عاما، وتحظى بكل الدعم في الحملة الانتخابية في 9 أبريل في الشهر القادم. هل تعتقد أن هذا الأمر سوف يصب في مصلحة السيد نتنياهو؟ علينا أن نرى ما حدث في الانتخابات، لكن أقول بأن هذا أمر مؤسف حقا. لا يتعلق الأمر بعمر تلك الدول، بل يرتبط أكثر بمبدأ العلاقات الدولية، والتي هي بحكم وجودنا هنا في الأمم المتحدة سوف نكون قادرين على أن نثمن حقيقة مفادها أن الأمم المتحدة قد اتخذت على الدوام موقفا بأنه لا يمكن للدول العظمى أو الدول الأكثر قوة أن تسيطر على أقاليم في الدول الأضعف بالقوة وأن تمتلكها لنفسها. إن عدم مقبولية امتلاك أرض بالقوة هو مبدأ أساسي استخدمته الأمم المتحدة. على سبيل المثال، كان هناك اعتراض على غزو صدام حسين لدولة الكويت، واعتراض على وعقوبات على احتلال فلاديمير بوتين لشبه جزيرة القرم،
صحيح أن إسرائيل احتلت هضبة الجولان في حرب دفاعية، لكنها قبلت بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 الذي ينص صراحة على أنه من غير المقبول اكتساب أرض بالقوة، وينص القرار بأن تلك الأرض التي ضمتها إسرائيل يجب مبادلتها من خلال المفاوضات المباشرة لتحقيق السلام. ومبادلة الأرض تلك من أجل السلام كان المبدأ الأساسي الذي اتبعته الأمم المتحدة منذ إصدار القرار 242 وعام 67، وتم تنفيذه وقبوله من قبل إسرائيل والدول العربية المجاورة لها، ولا سيما مصر، وذلك في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، ومعاهدة السلام بين إسرائيل والأردن، وفي مفاوضة السلام بين إسرائيل وسوريا التي وافق فيها 5 رؤساء وزراء لإسرائيل بمن فيهم رئيس الوزراء نتنياهو. كلهم وافقوا على الانسحاب الكامل من الجولان مقابل السلام وترتيبات أمنية وتطبيع العلاقات مع سوريا. لذا فهذا أمر يخالف مبادئ القانون الدولي ويضرب عرض الحائط بالمبادئ الرئيسية لعملية السلام بين العرب وإسرائيل. لماذا؟ كما سألت أنت على وجه التحديد، لتدخل رخيص في السياسة الإسرائيلية من أجل مصلحة رئيس الوزراء نتنياهو، وأعتقد أن هذه مفارقة مدعاة لسخرية. فيما يتعلق بالأمم المتحدة، ليس فقط القرار 242، يوجد قرار 338، والأكثر أهمية القرار 497 الذي مرره مجلس الأمن، كل تلك القرارات التي صدرت عام 81 جميعها تمت الموافقة عليها من قبل الدولة العضو التي لها حق النقد في وعني الولايات المتحدة. الأمر الذي يثير القلق في هذا الخصوص أنها سوف تستخدم في المستقبل من قبل الدول العدائية لاكتساب أرض أو أراض من دول صغيرة، وسوف تقوم بالمراوغة عندما تسعى الولايات المتحدة بالقول بأنه كلا لا يمكنكم القيام بذلك، وسوف يردون أنكم وافقتم على هذا المدى. لكن هذا لم يكن هو التوجه الأول أحادي الجانب من قبل الإدارة في الولايات المتحدة، إذ كان هناك أيضا توجه لإقامة ما يسمى بالقدس الموحدة، وهي عاصمة لدولة إسرائيل، بصرف النظر عن ما ستنص عليه خطة السلام في مرحلة لاحقة، وما يعرف بصفقة القرن الكبرى التي لن يوافق عليها الرئيس عباس ولا الشعب الفلسطيني في المقام الأول. تكمن المشكلة والسبب في ذلك يعزى إلى أن الإدارة السابقة لم تكن مستعدة لأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة إلى هناك. هذا نتيجة لما اتفق عليه الإسرائيليون والفلسطينيون على حل دولتين، التفاوض على الوضع النهائي للقدس، بالإضافة مع قضايا أخرى للوضع النهائي مثل الأمن والمنطقة واللاجئين والاعتراف المتبادل وما شابه ذلك. لذا لم يرغبوا باستباق نتيجة المفاوضات والتي كان يجب إجراؤها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولهذا السبب فإن عملية السلام كانت مهيكلة واستمرت حتى هذا اليوم. ونتيجة لهذا التنبؤ والبت في هذه القضية على الأقل نيابة عن الأمم المتحدة، فضلا عن الطريقة التي قال فيها الرئيس جهارا نهارا وبصورة متكررة بأنني أزلت ملف القدس عن الطاولة، بالإضافة إلى حقيقة الإقرار بأنه لم يتحدث عن أي شيء بخصوص طموحاتي وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحصول على عاصمة لهم في القدس الشرقية. وكل هذه العوامل قد بعثت برسالة إلى الفلسطينيين بأنه لم يعد لديهم أي شيء هنا في القدس، وهذا غير مقبول للشعب الفلسطيني. أعتقد بأن هذا سوف يخلف أثرين سلبيين: أولا، أبعاد الفلسطينيين عن طاولة المفاوضات، ولدى أبو مازن سبب وجيه ليقول بأن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا نزيها أو وسيطا منصفا، ولن نتعامل معها لوحدنا، وهو لم يقل بأنه لن نتعامل معها على الإطلاق، بل لن نتعامل معها لوحدنا. ثانيا، أبعد السعوديين، فالملك سلمان أبدأ اهتماما بصفقة القرن في هذه القضية وعبر عن ذلك بصورة علنية وبصورة خاصة، نعم وبصورة خاصة، لكنه أدانها بصورة علنية، وكان قد نظم قمة القدس ليعلن من خلال بأنه لن يوافق على ذلك، ومن ثم قال جهارا ما قاله سرا أيضا، وهو أن السعودية لن تقوم بتأييد أي خطة لا يكون للفلسطينيين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. لذا ونتيجة لهذا التحرك أحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة، فإنه
قد يقوض على حسب اعتقادي أي فرص من إدخال الفلسطينيين أو حتى السعوديين للمشاركة والانخراط في دعم خطة السلام، ومن شأن ذلك أن يقوض الجهود المبرمة برمتها إن لم يكن الفلسطينيون في صلب الاتفاق الذي تسعى لإبرامه، فكيف لك أن تحقق النجاح؟ لن تستطيع فعل ذلك. صفقة القرن متى نتوقعها؟ بعد الانتخابات في إسرائيل أو ربما بعد شهرين أو ثلاثة أشهر بعد الانتخابات، وبينما يقومون بتشكيل الحكومة، وهل لديها أي فرص للنجاح؟ هناك فترتان بعد الانتخابات، الأولى هي التبعات المباشرة للعد، ومن ثم هناك تشكيل الحكومة، لأن في إسرائيل هناك تحالف حكومي ومفاوضات تفصيلية مع الأحزاب الصغرى لتأسيس تحالف حكومي. فإن الفكرة كانت، أو على الأقل هذا ما كانوا يفكرون به، بأنهم سوف يقومون بتشكيلها بعد الانتخابات، لكن قبل تشكيل الحكومة، أي بمعنى آخر في فترة شهر أبريل ومايو. ومن ثم إذا ما كسب نتنياهو فسوف يكون قادرا على استخدام الخطة لحث الأطراف على الانضمام للتحالف والقبول به كطريق لتشكيل الحكومة أو أضعف الإيمان، حتى لو لم يشركوا الفلسطينيين فسوف يكون لديهم ضوء أخضر من الإسرائيليين، ومن ثم فرض الضغوط على الفلسطينيين للرد. تلك هي القضية نظريا، لكنني كنت أسمع مؤخرا أمورا مختلفة. وبعد أن سافر جيرارد كوشنر وجيسون جرين بلوت إلى الدول العربية وتحدثوا عن الجانب الاقتصادي للخطة، وقد سمعوا من عدة زعماء عرب قالوا لهم بأنه عليه أن يضع الجانب الاقتصادي للخطة في المقام الأول، ويبدو لي بأن هذا ما يفكرون في فعله في الفترة الحالية. لكن بدون خطة سياسية فلن تفلح الخطة الاقتصادية كثيرا، لن يوافق الفلسطينيون على السلام الاقتصادي، فقد تم بيعهم هذه الفكرة عدة مرات من قبل. المشكلة الكبرى بالنسبة لنتنياهو، حتى لو خسر مقعدين أو 4 مقاعد، فقل لديه فرص أفضل لتشكيل الحكومة بالمقارنة مع منتقديه. أرى ذلك لأنه يحظى بتحالف الأحزاب الصغرى من اليمين المتشدد، وبيعهم فكرة تأسيس تحالف، لذا فقد يمضي بفكرة ضم الضفة الغربية. هل هذا وارد؟ أعتقد أن هذا وارد جدا، لأن هناك عامل آخر يمكن أن يؤثر على حسابات نتنياهو، وهو اتهامات النائب العام التي أعلن صراحة أنه يعتزم تقديمها، تهم بخيانة الأمانة والتزوير، والأهم من ذلك الرشا التي سوف تكون بالواجهة. والآن انطلاقا من معرفة ما سوف يتمخض عنه في الفترة اللاحقة، وقد يواجه نتنياهو عقوبة السجن على غرار رئيس الوزراء السابق يهود أولمرت، فهو يريد تحالفا حكوميا يستطيع الاعتماد عليه، فهو لا يستطيع الاعتماد على الأحزاب الوسط التي إذا ما وافقت الانضمام إليه فسوف تنفصل عنه بمجرد أن تطفو تلك الاتهامات إلى السطح. هل سوف يتمسك اليمين المتطرف به؟ سوف يتمسك به لقاء ثمن، وأعتقد أن هذا الثمن سوف يكون مقابل ضم الضفة الغربية، ليس بأكملها، لكن هناك 40 منها تحت سيطرة الفلسطينيين، ولا أعتقد أنهم يهتمون بذلك، لأن تلك المساحة تضم 90% من السكان الفلسطينيين، لكن يوجد 60% من الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيل، وترغب أحزاب اليمين المتشدد بضم تلك المساحة. ومن يحكم نسبة 40% من أماكن الفلسطينيين؟ هل تم تقديم الاستقلالية هنا؟ نعم، أعتقد أن هذا ما يتحدث عنه نتنياهو بشأن دولة منقوصة، وما يعنيه بدولة منقوصة هي أنها ناقصة السيادة على أراضيها، لأنه يصر على إبقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة، إذن كجزء حقيقي من إسرائيل، كجزء بحكم الأمر الواقع لإسرائيل. لكن تبعات ضم 60% ستجعل مسألة حل الدولتين ضربا من المستحيل، وبذلك سوف تكون إسرائيل في مسار إلى حل الدولة الواحدة التي لن يكون فيها للفلسطينيين سوى
خيارات ضئيلة، بل المطالبة بحقوق مساوية، وسوف يرفضها الإسرائيليون وسوف يجدون أنفسهم في وضع عليهم أن يختاروا بين الطبيعة اليهودية للدولة أم دولة ذات طبيعة ديمقراطية. هذه هي حقيقة الأمر. على ما يبدو أن عملية الضم تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل أكثر خطورة من التهديدات الوجودية الأخرى التي يتحدث عنها بعض الناس. هل تعتقد بأن نتنياهو سوف يدفع ثمنا لتأمين تحالف أحزاب اليمين المتشدد له لتشكيل حكومة وضم 60% من الضفة الغربية؟ هل هذا الأمر يثير قلقكم حقا بأن ثمة انفجار قد يحدث، وأعني هنا أعمال عنف؟ وحتى لو أن الرئيس أبو مازن بنفسه لن يتسامح بذلك، كما تعرفون من الممكن دائما لمشاعر اليأس وفقدان الأمل السائدة، وخاصة بأن الوضع في فلسطين لن يتغير، قد يفضي إلى انفجار آخر، إلى انتفاضة ثالثة. لكن الشعب كان يتنبأ منذ فترة لا بأس بها بذلك، ولكن هذا لم يحدث. عندما نرى الفلسطينيون يحتجون في غزة ضد إسرائيل عند السياج وضد حماس بسبب الأوضاع البائسة التي يعيشونها، إلا أن الفلسطينيين في الضفة الغربية لا يشعرون باليأس، رغم أن وضعهم ليس أفضل حالا، لكنهم لم يبلغوا درجة. فلو ذهبت إلى رام الله فسوف تجد مدينة تنبض بالحياة. لذا أعتقد بأنه من الصعب التنبؤ بأن ثمة انفجار قد يندلع، وهناك سبب آخر لذلك. فكما تعلم ورأينا في مصر والجزائر وفي فلسطين، بمجرد انتفاضة الشعب ودخوله في حالة من الفوضى والعنف، فأن الشعب ويكون حريصا ومتخوفا من عدم حدوث حالة الفوضى تلك مجددا. رأينا ذلك في الجزائر أيضا، مظاهرات سلمية في الشوارع ضد بوتفليقة، لكن هناك حد إلى المدى الذي قد تذهب إليه الأمور. في مصر الشعب هادئ الآن ويعرفون طريق العودة إلى الساحة، لكنهم يدركون كم هو الثمن باهظا. هذا هو واقع الحال في الضفة الغربية، أعتقد أنهم مترددون في فعل ذلك. وبطبيعة الحال كما قلت، وأصرارها على هذه المظاهرات يجب أن تكون سلمية وغير عنيفة، لأنه أبو مازن بنفسه شهد ما خلفه العنف من ثمن باهظ على حياة الشعب الفلسطيني، وهو غير مستعد لدفع هذا الثمن. الخصم الرئيسي لنتنياهو في هذه الانتخابات هو بني جانت، وهو يتصدر في واقع الأمر في استطلاعات الرأي باثنين إلى أربع نقاط. لكن على الرغم من التحالفات التي تحدثنا عنها بشأن حزب اليمين المتطرف، إلى أي درجة قد يكون سهلا على نتنياهو أن يشكل حكومة حتى لو خسر بواقع مقعدين إلى أربع مقاعد؟ هل سوف يكون لديه فرصة؟ نعم، لديه فرصة للفوز لعدة أسباب. أولا، أن هناك اتهامات ورائحة الفساد التي تفوح. ثانيا، جانتس مع جنرالين آخرين قدمهما إلى حزبه، وهما أشكنازي وموشيالون، هما رؤساء لهيئات الأركان. ولو عدت ونظرت تاريخيا إلى النزعة العلمانية الخاصة بالجناح اليمين، فقد بدأت في سبعينيات القرن الماضي عندما كان الميزان في إسرائيل يتأرجح أكثر نحو اليمين، إلا في حالتين وهما مع رابين وبراك، فقد استطاع أن يمسكا بزمام السلطة، وكان هما بأنفسهما رؤساء لهيئة الأركان السابقين. والآن هناك ثلاثة ممن يقفون ضد نتنياهو، وعليه قد ينتزعون منه بطاقة الأمن، ولن يعد يستطيع الادعاء بأنه حاميا للأمن. السيد مارتن إندكس، الزميل المميز في مجلس العلاقات الخارجية، شكرا جزيلا سيدي على هذه المقابلة. سنكمل مسيرتنا بتسليط الأضواء على مشاكل بيئية لا تهدد منطقتنا وحسب، بل تهدد مصير ومستقبل الأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم. كل هذا بعد فاصل إعلاني قصير، فلا تذهبوا بعيدا.
أنا بحاول شجع الجمال الطبيعي وحافظ على ثقتي بحالي، وبعتقد في كتير إشياء ممكن التحكم فيها بأسلوب حياتك وبنظام أكلك. شي الوحيد اللي بتأكد أني أعمله كل يوم الصبح هو أني أشرب سمودي، بتساعدني أتمتع ببشرة نضرة وحلوة ولكنها عالية جداً بنسبة الأحماض اللي بتأدي لتأكل مينا أسنانك والطبقة الصفرة من تحت، وإذا تأكل المينا بتبين الطبقة الصفرة من جوا. برونامل بيساعد بالحفاظ على قوة المينا وبيخليني أتأكد أنه ابتسامتي حلوة وبيضة. جمعت المتطرفين من شتى أنحاء العالم. نحن واجهنا عدو منظم يعني. لتصبح مسرحاً للإرهاب. كيف وصل السلاح والأفراد إلى ليبيا؟ جهات التي تقوم بتمويل ودعم هذه الميليشيات، من بالتحديد؟ صناعة الموت. الليلة 9:30 على شاشة العربية. على شاشة العربية. القوة شيء أعيش بشكل يومي، قوة الشخصية وقوة المشاعر، قوة اللياقة البدنية كمان. أكل الفواكه طريقة جيدة فعلاً لرفع مستويات الطاقة، وعادة بعد الرياضة والتمارين أشرب كوب عصير برتقال، ولكن أعرف زين أن الحموضة في الفاكهة تؤدي لتآكل مينا أسنانك اللي تتواجد تحتها طبقة صفراء، وإذا تأكل مينا الأسنان تظهر الطبقة الصفراء من الداخل. برونامل يساعد على تقوية مينا الأسنان ويحافظ على أسناني قوية وصحية. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. سنركز في الفقرتين المتبقيتين من الشارع الدبلوماسي الأضواء على مشاكل بيئية خطيرة يواجهها عالمنا وتهدد مصير الإنسانية بأكملها. 22 مارس الجاري صادف اليوم العالمي للمياه الذي حددته الجمعية العامة ولأول مرة عام 1993. ففي خلال الفترة ما بين عام 1980 وعام 2015 قتلت الكوارث الطبيعية 63,000 شخص في العالم، بينما قتلت النزاعات المسلحة 75,000 شخص. إلا أن مياه الشرب الملوثة فقد قتلت 780,000 شخص. ووفقا للأمم المتحدة لا يحظى حاليا 2,100,000,000 شخص في العالم بماء نظيف صالح للشرب. وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أيضا أنه إذا استمر شح المياه هذا على حاله فسيضطر 700,000,000 شخص في العالم للنزوح من مناطقهم بحلول عام 2030 بحثا عن المياه. الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة خصص بأكمله لموضوع المياه، كما حددت الأمم المتحدة عام 2030 موعداً لتوفير مياه الشرب النظيفة للجميع من أجل ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة برمتها. العداءة الأسترالية مينا جولي امرأة مصممة على نشر الوعي حول شح مياه الشرب في عالمنا، وكرست حياتها لشرح خطورة ذلك على أجيال المستقبل. ولهذا السبب قررت جري 100 ماراثون خلال 100 يوم بمعدل ماراثون واحد كل يوم. وبالفعل بدأت بجري أول ماراثون من هنا في نيويورك في 4 نوفمبر الماضي، وتمكنت مينا جولي بالفعل من جري 62 ماراثونا في بلدان مختلفة من العالم خلال 62 يوما بدءا من نيويورك إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. مينا جولي كانت قد سبقت ذلك وبنجاح في أوائل العام الماضي بجري 40 ماراثونا خلال 40 يوما، وقام الشارع الدبلوماسي حينئذ بمتابعتها وإجراء لقاء حصري معها آنذاك. ولكنها هذه المرة لم تستطع أن تكمل جري 100 ماراثون، فبعد جري 62 ماراثونا في جنوب أفريقيا في يناير الماضي توقفت لوقوع كسر في ساقها اليمنى، وحذرها الأطباء بأنها لابد وأن تتوقف عن الجري حتى تتعافى ساقها
وإن استمرت في الجري بساقها المكسورة فهي لن تجري ثانية أبداً. ميناغولي شعرت في تلك اللحظة بأن عالمها قد انهار من حولها وأن حملتها الأخيرة لجري 100 ماراثون خلال 100 يوم قد انتهت. ولكن أصدقائها وأفراد أسرتها بدأوا بالجري نيابة عنها والتبرع بالأميال لحملتها. وفي نهاية شهر يناير الماضي تحدى فريقها العالم أجمع بإكمال رحلة 100 ماراثون خلال 100 يوم. وبالفعل استجاب كثيرون في العالم للنداء وقام أشخاص من كل فئات الأعمار والأجناس في نحو 50 دولة بجري لا 100 ماراثون وحسب بل 6214 ماراثونا. ساقها المكسورة لم تنهي حملتها للتوعية بأزمة مياه الشرب في عالمنا، وتمكنت مينا وبالفعل وبدعم الآلاف من إكمال تحدي 100 ماراثون من حيث بدأت في نيويورك في 11 فبراير الماضي جالسة على كرسي للمقعدين. وها هي اليوم تخص العربية بلقاء حصري للحديث عن الأزمة المتفاقمة لمياه الشرب في عالمنا. ميناغولي ناشطة وعداء ماراثونية والمديرة التنفيذية ومؤسسة منظمة ثيرس وزعيمة عالمية للشباب. نرحب بك في قناة العربية، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لي مجددا. إنه لشرف كبير، أنت امرأة مصممة على رفع الوعي بشأن شرب المياه وشح مياه الشرب في أنحاء العالم، فقد كلفت نفسك بمهمة جري 100 ماراثون في 100 يوم لنشر الوعي، وأخبرتني منذ سنة بالضبط وفي هذا المكان ومن نفس المقعد بأنك لا تحبين أصلا الجري، لماذا تقومين بذلك؟ نعم، إنه أمر مثير للسخرية، فأناس كثر يعتقدون بأنني أجري لأنني أعشق الركض لمسافة طويلة أو أجري لأنه أنا عداء جيدة أو رياضية جيدة. في حقيقة الأمر أنا لست أي من هذا، أنا أركض لسبب واحد وهو رفع الوعي بخصوص أزمة المياه. أود أن أذهب إلى أماكن على قدمي لأرى بأم عيني وأسمع بنفسي قصص الناس الذين يعانون من نقص المياه أو الذين يبتكرون أساليب للتصدي لأزمة المياه العالمية، والجري يتيح لي فرصة للقيام بكل هذه الأشياء مجتمعة. لكن ألا تعتقدين بأنك أخذت على عاتقك أكثر مما تستطيعين القيام به؟ إذا فكرنا جميعا بهذه الطريقة فإننا لن نحقق أي فارقا، وإذا فكرنا بأننا كلنا مجرد شخص واحد فلن نغير العالم. كتب أحدهم ردا على تغريداتي عبر تويتر بأن نستطيع بمفردي أن أترك أثرا، لكن معا نستطيع أن نغير العالم. وبالنسبة لي فإن جزء كبير مما أقوم به هو لألهم الناس ليروا بأنه يمكن لأي شخص أن يحقق أنجاز أشياء عظيمة، وكلنا بحاجة إلى الجيل إلى عالم أفضل للأجيال القادمة، وهذه الأمور هي التي تكون مصدر إلهامي. والشيء الذي يدفعني للاستمرار هو المائدة، وما كنت أفكر بأن هذا يفوق قدراتي. هذا صحيح من منظور بدني، لكن أجمل ما حدث معي بعد أن كسرت ساقي أن أناسا من مجتمعات من كافة أنحاء العالم ومن مجتمعات من أكثر من 160 مدينة في مختلفة في أكثر من 50 دولة ومقاطعة دعمتني وقالت أنه قد لا تكونين قادرة على الجري، فدعينا نجري عنك، دعينا نقطع المسافة وإتمام الرحلة عنك. وما حدث، هل تعلمت أننا لم نجري فقط 100 ماراثون ب100 يوم فحسب، بل جرينا لمسافة مساوية بين القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، بل أكثر من ذلك، وقمنا بذلك كمجتمع عالمي، وقمنا بذلك من أجل هدف واحد وهو زيادة الوعي بشأن الماء. هو أمر رائع كما ترى، وتعلم أنني بدأت بهذا كالتزام لأظهر بأنني سعيت لأكون ملتزمة في 100% لحل مشكلة عالمية. لكن من الرائع أن ترى كيف بدأت القصة وكيف كبرت وأصبحت حركة كاملة لأحداث تغيير. لقد دفعتني مشكلة المياه لأقوم بأشياء أهم من غيرها بكثير، وقلت بأنه يمكنني كإنسانة أو أي شخص آخر أن يقوم بذلك. يتوقع الخبراء بأن سوف نواجه فارقا بنسبة 40% في العرض والطلب على المياه، وهذا يعني أن الجيل القادم لن يحظى بنفس الفرص التي نتمتع بها، وهذا الشيء بالنسبة لي يحفزني على الإنجاز ويحفزني على جري 100 ماراثون ويحفزني أن أسرد القصص بلساني وتعابيري شعوب، ليس فقط عن المشاكل بل أيضا عن الحلول. أود أن أخلق الأمل للجيل القادم،
وبعد أن قام الأطباء بتشخيص حالتي بأنه لدي كسر في عظم الساق، وأبلغني الأطباء في اليوم الذي كان يفترض فيه أن أجري الماراثون رقم 63 بأنه لم يعد بمقدور القيام بذلك، قلت لنفسي أن عالمي انتهى، وحسبت أن كل شيء ولا أدراج الرياح. شعرت بأني قد خزلت العالم، وشعرت بأني قد خزلت شغفي وداعميك أيضا، نعم، وخصص الشعوب، لأن هذه الحملة ليس عني لقيامي بأشياء مجنونة، بل أداة لأحداث التغيير. وخلت للحظة بأنني قد دمرت كل شيء، ألا وهو جعل العالم مكان أفضل. هل تعتقدين أن هذا قد يكون عبارة عن نعمة مقنعة جلبت انتباه الكثيرين أكثر مما كنت تقومين بالجري؟ نعم، أعتقد أن أحيانا أنه عندما تحدث أشياء سيئة فلا نستطيع إلا أن نرى الظلام، لكن في نهاية الأمر لابد من بزوغ الفجر في اليوم التالي. وبالنسبة لي كان بزوغ الفجر عبارة عن انطلاقة وانتفاضة المجتمع. كنت أحسب أن الأمر سوف يكون أكثر أهمية لو ركض الآخرون. نعم، لأنها قصة شعوب، قصة نحتاج أن نسردها. تعلم أن الفكرة برمتها هي أننا نستطيع أن نحدث أثراً، لكن مع بعضنا البعض يمكننا أن نغير العالم. أنت جريت في الشرق الأوسط وماراثونات في الأردن ومصر، هل لك أن تحدثين عن الشرق الأوسط وكيف كان وضع الماء هناك؟ ثانياً، إذا كان لديك أي أمل أو رغبة للجري في الشرق الأوسط، وفي أي دول ترغبين الانطلاق منها؟ دعني أبدأ بالقول بأنني أعشق الجري في منطقة الشرق الأوسط، فهي مصدر إلهام على نحو غير معقول وجميلة للغاية. والناس التي ركضت معي في الماراثون أو قبلتهم في مصر والأردن كانوا ودودين ومرحبين بشكل كبير. تعلمت دروسا عن الحياة، وفي كل مرة أذهب فيها في ماراثون أتعلم فيها دروسا عن الحياة توجهني نحو المستقبل، ليس فقط عن الرغد بل عن الشخص الذي أود أن أكون عليه. وشعرت أنني عندما أكون في الصحراء فلا يوجد لدي أي صلة مع كوكبنا سوى الماء والمشاكل والحلول المحتملة. وبالنسبة لي هناك أماكن في الشرق الأوسط أود الجري فيها. نعم، أود أن أعود مجددا إلى مصر، وأود أن تتاح لي فرصة الجري في المملكة العربية السعودية واليمن. فهذا حلمي. هل تعلم ما هو حلمي؟ هو أن أجري في كل دولة من الشرق الأوسط. هل تعتقدين أن الناس في الشرق الأوسط على دراية بمسألة شح المياه لديهم؟ نعم، البعض. لأكون صريحة معك، هناك وجهات نظر متضاربة في هذا الشأن. فهناك من يفهمون ويقدرون قيمة الماء ويفهمون بأنها سلعة نادرة، وهناك البعض الآخر ولا سيما من جيل الشباب الذين يأخذونها على أنها أمر مسلم به، فهم يحصلون على الماء ويفهمون بأنه موجود لديهم. وفاجأني هذا الأمر، ولكن كانت تلك من أكبر المفاجآت التي صادفتني. إلى أي حد أنت متفائلة بعد التحدث إلى أناس والترحال في تلك الدول في الصحاري بالقرب من الأنهار إلى آخره؟ إلى أي مدى أنت متفائلة بخصوص مستقبل عالمنا من منظور أمن المياه؟ أنني أؤمن بقدرة الجيل القادم على أحداث التغيير وقدرته على الابتكار وإيجاد الحلول دون أن يتأثر بالافتراضات التي لدينا من المجتمعات القديمة. أعتقد أن هناك أشياء كثيرة يمكننا أن نقوم بها لإدارة مصادر المياه أفضل، وإذا ما كنا سنفعل ذلك علينا أن نكون على دراية بأن الماء هو مصدر قيم للغاية، وبأن نعتمد عليه في مستقبلنا وفي حضارتنا ومجتمعنا، وأن الماء هو أساسي لنا ولحياتنا كبشر. نعم، إذا ما كنت متفائلة، أنا متفائلة، لكن لدينا فترة زمنية محدودة. إذا ما كنا نسعى لحل هذه المشكلة علينا أن نبدأ الآن. سؤالي الأخير لك، كيف تشعرين؟ لقد كسرت ساقك في شهر يناير، وأرى أنك أتيت إلى الاستوديو بالعكازات. متى تعتقدين أنه بمقدورك الجري مجددا والاستمرار في هذه الحملة الرائعة؟ آمل إذا كان الأمر متروكا لي سوف أبدأ بالجري يوم الغد أو اليوم، وسوف أقوم بأي شيء أجل حل مشكلة أزمة المياه العالمية. ولدينا هاشتاغ ماراثون رانينج دراي، وقلت للناس ردا على هذا السؤال الذين سألوني متى سوف تتوقفين عن الجري، فأجبت بأنني سوف نستمر في الجري طالما أن كوكبنا تجف منه المياه، ونظرا لكل نقطة مياه مهمة فكل خطوة أجريها تحسس في صنع فارق كبير.
أود أن أجري، لكن الأطباء أخبروني بأن الأمر يستغرق 3 إلى 6 أشهر. نتمنى لك الحظ الوافر، فقد لقيت الحملة الخاصة بك دعما من شركات مثل كولجيت وريبوك، وكذلك من منظمات كبرى مثل اليونسكو والبرنامج العالمي لتقييم المياه ووكالة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المياه. لذا حملتك باتت شهيرة مع أولئك الناس بفضل الرسالة التي تحملينها إلى العالم. نتمنى لك الحظ الوافر ونشكرك على جهودك الجبارة نيابة عن العالم برمته. شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم من مشكلة شح مياه الشرب المتصاعدة في عالمنا إلى مشكلة النفايات البلاستيكية السامة والمتفاقمة في بحارنا ومحيطاتنا. كل هذا بعد فاصل إعلاني قصير، فابقوا معنا. عالمنا اليوم وكل ما حولنا من كهرباء، مصانع، سيارات، قطارات وأشياء أخرى كثيرة مصدرها الأساسي للطاقة هو النفط. لكن مع هذا التقدم المذهل وتسارع الطلب يبقى السؤال، كيف يمكننا إيجاد إمدادات مستدامة من الطاقة؟ خبراء العالم في كل من النفط، الغاز، البتروكيماويات والطاقات المتجددة يجيبون. مستقبل الطاقة كل خميس 6:30 على شاشة العربية. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. نظل في الشأن البيئي ونركز الضوء الآن على مشكلة ملحة أخرى، ألا وهي تصاعد حجم النفايات البلاستيكية في مياه البحار والمحيطات وما يعنيه ذلك لسلسلة الغذاء للكائنات البحرية وللإنسان نفسه. فالبلاستيك يشكل عنصرا هاما جدا في حياة البشر، فنحن نستخدمه تقريبا في كل شيء من تغليف المأكولات إلى أجهزة الكمبيوتر، ونستعمله في هواتفنا المحمولة وفي سياراتنا وفي جميع أوجه الحياة تقريبا. ولكن المشكلة الكبرى هي أن البلاستيك لا يتحلل عضويا، ولذا إذا استخدمناه مرة واحدة وألقينا به جانبا فهو لن يتحلل، وسيستغرق ذوبانه في الطبيعة ثانية آلاف السنين. الباحثة البيئية البريطانية أميلي بين قادت في عام 2018 سفينة جميع أفراد طاقمها من النساء، قاطعة بها أكبر المحيطات وهو المحيط الهادي، للوقوف على حجم وتداعيات مشكلة انتشار النفايات البلاستيكية وخاصة الدقيقة منها. ومثال واضح على المواد البلاستيكية التي نستعملها مرة واحدة ونلقي بها في النفايات أكياس التسوق التي نستعمل أكثر من 2 مليون كيس منها يومياً، وقنينات المياه التي يباع منها في العالم 1 مليون قنينة يومياً. دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة الأولى دولياً بالنسبة لعدد قنينات مياه الشرب البلاستيكية للشخص الواحد يومياً. البلاستيك يشكل الآن نسبة 73% من نفايات شواطئنا الساحلية، ويشكل أيضاً 90% من النفايات في مياه المحيطات. هذا التلوث يتم في معظمه من 10 أنهار في العالم فقط، 8 منها في القارة الآسيوية و2 في القارة الأفريقية. وشاهدنا مؤخراً شباب مصر يشن حملات مكثفة لتنظيف نهر النيل من مثل هذه النفايات السامة وخاصة البلاستيكية منها. معظم نفايات البلاستيك ينتهي بها الحال في مياه المحيطات، وهذا ليس بالجديد، فقد أدرك العلماء خطورة هذه النفايات جيدا منذ حقبة 80s، ولكن هذه المشكلة تفاقمت الآن لأن دول العالم تلقي بأكثر من 8 ملايين طن متري من البلاستيك في مياه محيطاتنا سنوياً، وما لا يقل عن 100 مليون طن منها تطفو في بحارنا حالياً. سنجد أن كل 3 أرطال من السمك
سيوجد مقابلها رطل واحد من البلاستيك في مياه المحيطات. المشكلة الأكبر التي لا يدركها كثيرون، وتحاول الباحثة البيئية أميلي بين نشر الوعي بشأنها وإيجاد الحل لها، ألا وهي تجزؤ معظم النفايات البلاستيكية في المحيطات بفعل الأمواج والرياح والتيارات إلى جزيئات دقيقة لا يزيد طولها عن بضع مليمترات، وهي إما تغوص إلى أعماق المحيطات أو تطفو على السطح مشكلة شريطاً رقيقاً من السموم الصناعية وبتأثير سلبي جداً في القاعية وعلى السطح على سلسلة الأغذية اللازمة لحياة الثروة السمكية في الأنهار والبحار والمحيطات. البلاستيك يقتل حالياً ما يقرب من مليوني طائر وكائن بحري سنوياً، فالأسماك والكائنات البحرية تأكل هذه الجزيئات البلاستيكية الدقيقة لاعتقادها بأنها من بين أطعمتها، وهي تنتهي أحياناً على موائد طعامنا. فقد أظهرت الأبحاث العلمية وجود رواسب بلاستيكية في أحشاء أناس يعيشون في القارتين الأمريكيتين وفي أوروبا وآسيا. القبطان أميلي بين وثقت أثناء إبحارها وطاقمها مساحات من التجمعات البلاستيكية تشكلت في المحيطات نتيجة للتيارات البحرية، وهي تسمى بالحلقات الحلزونية، وتوجد منها في عالمنا اليوم 18 حلقة حلزونية، يوجد من بينها 5 حلقات تفوق مساحة كل منها مساحة القارة الأوروبية بأكملها، 2 منها في المحيط الهادي و2 في المحيط الأطلسي و1 في المحيط الهندي. وهذا ربما يعطيكم تصوراً لحجم هذه المشكلة المتفاقمة وخطورتها على أجيال المستقبل، خاصة وأن إنتاج العالم من البلاستيك خلال 50 عاما الماضية ارتفع إلى الضعف. ويسرنا الآن أن نستضيف عبر الأقمار الاصطناعية من لندن الباحثة البيئية البريطانية أميلي بين، مؤسسة ومديرة شركة إكس إكسبيديشن الاستكشافية، التي تبحر بأطقم تضم البحارة والعلماء والصحفيين وخبراء البيئة، وجميعهم من النساء، بهدف إجراء الأبحاث البيئية ورصد النفايات البلاستيكية السامة في مياه محيطاتنا. أميلي بين ناشطة بيئية وحائزة على جوائز في مجال البيئة، نرحب بك في العربية. شكرا طلال، يشرفني أن أكون هنا. أميلي، ما الذي يتوجب علينا القيام به إذا ما أردنا الاستمرار بالاعتماد على المحيطات كمصدر للغذاء والطاقة والنقل والمعادن للأجيال القادمة؟ ما الذي يتوجب علينا فعله؟ أعتقد أن أول شيء يتوجب علينا أن نقوم به هو أن نفهم مدى كم هي محيطاتنا الثمينة، فهي تغطي 70% من كوكبنا، وحرفيا من صحتنا. فالأكسجين الذي نتنفسه والماء الذي نشربه كلها تأتي من المحيطات ونحن نعتمد عليها. لذا فإنه يجب علينا أن نفهم مدى أهمية تلك المحيطات وما يجب علينا أن نقوم به من تغيير. فهذا سوف يكون له تداعيات كبيرة نواجهه في الفترة الحالية، سواء من باب التغيير المناخي أو التلوث. علينا أن نفهم هذه الأمور ومن ثم حل المشاكل، وأن نعمل على اشتراح الحلول التي تساعدنا على وقف هذا التلوث ودمار المحيطات، بحيث نستطيع الاستمرار بالاستمتاع بما تقدمه لنا تلك المحيطات. نرى أن هناك مشاريع عديدة لإزالة البلاستيك من البحر. هل نستطيع حقا تنظيف المحيطات من المواد البلاستيكية؟ أعتقد أن محاولة تنظيف المحيطات من البلاستيك هو التحدي الأكثر جسامة، لأن من الأشياء التي أدركناها من السنوات 10 التي قضيناها في البحار في دراسة تلك الظاهرة، اتضح لنا أنه مع مرور الوقت أن البلاستيك يشق طريقه من اليابسة عبر الدوامات ومناطق التراكم، ومن ثم يتجزأ ويتناثر إلى قطع صغيرة. لدي صراحة عينة هنا عن شكل تلك الدوامات أو الحلزونات وما تقوم به في صورة فعلية. وكما ترون هنا، هناك قطع صغيرة بلاستيكية، وتكمن المشكلة حقيقة في صعوبة استخلاصها.
يوجد 5 تريليون من هذه القطع البلاستيكية، وهي أصغر من أظفر أصبعي الصغير، وتطفو حاليا على سطح المحيطات، وفي كثير من الأحيان تغوص في أعماق أماكن يتعذر حتى علينا قياس أو معرفة ما الذي يحدث هناك. ناهيكم عن محاولة تنظيفها. الرسالة هنا هي أنه بدلا من التركيز على التنظيف الذي يشكل تحديا كبيرا، علينا أن نفكر في وقف هذه المشكلة لكي لا تصبح أكثر سوءا. هناك 8 مليون طن من البلاستيك تدخل محيطاتنا، لذا فإن الفرصة الأكبر هي منع البلاستيك من دخول المحيطات في المقام الأول. إذن هل تؤيدين وقف كافة الجهور لتنظيف المحيطات والأنهار؟ أنا لا أتحدث عن توقف، لأن هذا لا يزال أمرا كبيرا يمكن أن نقوم بإنجازه، ولا سيما أنك أشرت إلى الأنهار والشواطئ والأماكن التي تكون مجاورة لليابسة، فهي كلها مصادر للبلاستيك ينتهي الأمر بها في المحيط. فإذا كان بمقدورك تنظيف النهر ووقف التدفق إلى البحر كل سنة، فهذا يحول دون حدوث ذلك من المصدر، وهذا هو المجال الذي يجب علينا التركيز عليه على وجه التحديد، على جهود التنظيف هنا على اليابسة وفي الأماكن التي في متناولنا. المشاريع التي تقومين بها، وإذا كنت لا تهدفين إلى تنظيف المحيطات من البلاستيك، فما الذي تعزمون القيام به على وجه التحديد؟ إننا نحاول بلوغ الأماكن التي يصعب الوصول إليها في أجزاء من العالم، الأماكن التي يستغرق منا الأمر أسابيعا لوصولها بالقارب، وعند وصولنا إلى هنا فإن أقرب ما نشاهدهم من أناس هناك علينا هي محطات الفضاء في الفلك فوق رؤوسنا. نتوجه إلى تلك الأجزاء من العالم لنشاهد ما لا يراه أحد في محاولة لفهم ما يحدث. وعليه فإن جزءا كبيرا من المشروع يعنى بإجراء بحوث علمية، يتوجب علينا أن نفهم ما الذي يحدث بالبلاستيك عندما يصل إلى هناك، وما الأثر الذي سوف يخلفه على البيئة الطبيعية، وما الأثر الذي سوف يتركه على الطيور وعلى الثدييات البحرية والأسماك التي تعيش في ذلك الجزء من العالم، وأيضا ما الذي يمكننا أن نقوم به من أجل حل تلك المشكلة، لأنه يجب علينا أن نفهم المشكلة بشكل صحيح قبل أن نعلم من أين نبدأ في الحلول. فهناك زوايا عديدة للمشكلة أيضا، وبطبيعة الحال سرد هذه المسألة ومشاطرتها مع بقية العالم حول الأشياء التي نراها في تلك البقاع من الكوكب التي قلما تجد أناسا يزورونها. هل من طريقة نموذجية للتخلص من البلاستيك في المحيط؟ هل هناك أي طريقة؟ إذا كنا نريد محاولة التخلص منها، فمن أحد الطرق التي يمكن أن نبدأ بها بكيفية تحرك الأمواج في المحيطات والتيارات الدائرية التي تقوم بتراكم البلاستيك وينتهي الأمر بها بدفعها نحو الخارج. وعليه إذا تتبعنا تلك التيارات وصولا إلى خط الساحل فيستمر البلاستيك في الخروج، وإذا قمنا بإزالته فنحن بصورة أساسية نزيل البلاستيك من المحيط دون أن يساورنا القلق إزاء إلحاق ضرر بالحياة البحرية التي يعيش فيها. فقلنا مثلا بأن سوف ننظف البلاستيك، فقد يكون هذا المكان للبدء، لكن الجواب النهائي هو أن نتوقف عن التسبب بوجوده، فلنمنع وجود البلاستيك على اليابسة. والأفضل أيضا أن لا نستخدم البلاستيك ولا نصنع البلاستيك، لأننا إذا كنا لا نستخدمه فلا يتوجب علينا الشعور بالقلق أنه سوف ينتهي المطاف به في المحيطات. ما الذي يمكن فعله لتخفيض استهلاك البلاستيك كما قلت؟ هل نستطيع تصميم اقتصاديات بأكملها لا يتم فيها إتلاف البلاستيك تماما؟ فهذا تحد كبير، فهو تصميم ينم عن تحد كبير. فعندما ننظر إلى المراحل الأولية فأعتقد أن هناك طرقا كثيرة لحل المشكلة، وهنا قد تكون جيدة. أما الأخبار السيئة فهو أنه ما من طريقة واحدة لذلك، لكن مع ذلك يمكننا أن نعمل من زوايا مختلفة في المجتمع. فهناك أشياء يمكن للحكومات أن تقوم بها، وأن ننظر إلى السياسات التي تحظر فعليا استخدام البلاستيك والسيطرة على استخدام المواد بطريقة مسرفة. يمكننا أيضا أن نفكر في الصناعات وفي كيفية إعادة تصميم المنتجات بطريقة مختلفة. دعينا نتحدث عن إعادة التدوير. الولايات المتحدة وهي واحدة من أكثر الدول تطورا في العالم إن لم تكن أكثرها، فقط 7% من البلاستيك الذي يتم إعادة تدويره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقتي. في المملكة العربية السعودية فقط 10% من البلاستيك يتم إعادة تدويره. هل هذا هو الحل فقط إعادة التدوير؟
أعتقد أنك أثرت نقطة مهمة للغاية، وهي أن معدلات إعادة التدوير منخفضة، وسبب في انخفاض تلك المعدلات هو توقعات تعزى إلى أن البلاستيك هو مصطلح نطلقه على مئات المواد المختلفة. إذا كان بمقدورك التفكير بكل هذه الأنواع من البلاستيك التي نستخدمها اليوم، بعضها قابل للتمدد أو الآخر صلب والبعض شفافا وملونا ولابد من أعطاء خصائص مختلفة، وهذا يتطلب هيكلية كيماوية، لكن عندما نقوم بتدوير شيء فهذا لابد لنا أن نتحدث عن البلاستيك كل مرة. أود أن أنتقل في الحديث عن مخططاتك في الجولة التي تعتزمين القيام بها، وسوف تغرق عامين وسوف تتألف من 30 محطة، وسوف يكون هناك طاقمة من 10 نساء في كل تلك المحطات، وتلقيت سلفا آلاف الطلبات وترغبين بالحصول على المزيد منها، ولعل البعض من هذه الطلبات من نساء من الشرق الأوسط جاهزات ليأتينا ويشاركنا في هذه المغامرة والبحوث. هل لك أن تخبرينا عن هذه الرحلة؟ نعم، هذه فرصة للنساء من كافة أنحاء العالم للانضمام إلينا وليشاهدنا بأنفسهن وبصورة مباشرة أثر مشكلة تلوث البلاستيك البحري، ومن ثم إجراء بحوث علمية من أجل فهم من أين يأتي البلاستيك، ومن ثم معرفة الحلول التي يجب أن نفكر بها، وكذلك ليكن جزءا من مشاطرتنا في قصة البلاستيك التي لا تكون فقط عن البلاستيك، بل لنقل رسائل إلى بلدانهم وإلى المجتمعات التي نعيش فيها وإلى المدارس التي يذهب أطفالنا إليها والأماكن التي نعمل فيها، وليكن قادرات على نقل هذه الرسالة وأحداث تغيير على الأرض. وهكذا فإننا سوف نأخذ معنا مجموعة من النساء متعددات الاختصاص، وكما قلت سوف يكون هناك 30 محطة تتفاوت مدة كل منها من أسبوع إلى 5 أسابيع في البحر، وسوف يكون هناك 10 نساء في كل محطة وسوف تتاح لهن الفرصة. ونود صراحة أن نسمع من أي شخص يرغب بالمشاركة في هذه الرحلة، وهناك طلب على موقع الشبكة www.expedition.com، وهو المكان الذي يمكن البدء منه للحصول على كافة المعلومات إن كان أي شخص يرغب بالانضمام أو تقديم الدعم بأي شكل من الأشكال، لأننا بحاجة إلى المزيد من القيادات والأشخاص المثقفين الذين يستطيعون بالعودة إلى أماكنهم لإيجاد الحلول والعمل كمجتمعات عالمية. إيميلي بين ناشطة بيئية في مكافحة تلوث محيطات العالم بالنفايات البلاستيكية، نتمنى لك الحظ الوافر. شكرا جزيلا على هذه المقابلة. شكرا طلال. مشاهدينا الأعزاء، إلى نهاية مسيرتنا في الشارع الدبلوماسي، نشكر لكم كرم المتابعة. هذا طلال حاج وفريق البرنامج في نيويورك ودبي، نستودعكم وحتى نلتقيكم ثانية نترككم في أمان الله.